الذي أرسى الجبال العوالي والذي لا تعجزه ظلمات الليالي. هكذا سعدنا وإياكم بهذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة من ضيف جمهورية مصر العربية ابن الجالية الإسلامية بدولة الهند فضيلة القارئ العلم والجهبز الكبير الشيخ محمد صديق أطال الله عمره. أشكر لفضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية الذي يكرم ضيوفه الحضور ويؤثرهم على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أشكر للسادة الحضور الكرام جميعا، وإن شاء الله موعدنا ولقاؤنا بملك المقامات وقارئ الساحات الطاهرة والساحات العالمية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك سيكون عقب صلاة العشاء بإذن الله. أما الآن نستمع وإياكم لضيف جمهورية مصر العربية ابن دولة الهند أيضا فضيلة القارئ العلم والعلامة الكبير الشيخ عبد العزيز فلاحي، فليتفضل فضيلته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، الحمد لله، نحمد الله عز وجل ونشكره على إتاحة هذه الفرص الذهبية. ما شاء الله، ونشكركم جميعا وخاصة أهل هذا البرنامج، وخاصة نشكر السيد سيدنا وحبيبنا وحبيب الملايين والفلاحيين الشيخ عبد الناصر حرك حفظه الله ورعاه على هذا التكريم والترحيب، وكذلك أخيه وأخيه الكريم المكرم الشيخ وائل حرك حفظه الله. وكذلك نشكركم جميعا على هذا التكريم والترحيب. والله العظيم، والله حقا، نحن حضرنا مع أستاذنا الشفوق الذي قرأ علينا حاليا الشيخ محمد صديق حفظه الله، هو شيخ المقاري بالديانة الهندية. ما شاء الله، إن نحن حضرنا، إنه كان يقول دائما مرارا وتكرارا، نحن حضرنا في هذه البلدان وفي هذه الجمهورية مصر للاستفادة من أمثال هذه العباقرة القراء شيخ حرك. خاصة نحن حضرنا ووصلنا إلى وسافرنا إلى إليكم مستفيدين مستمعين لله عز وجل، بل أنتم أكرمتمونا وشرفتمونا، فذلك جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء، وسامحنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا
تحويلا. أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. عسى أن يبعثك رب كما قام محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين يا شيخ.
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى وإذا مسه الشر كان يئوسا. لا والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.